ايه يا حبيبتي، هو الواجب بتاع ميس منصورة صعب عليكي ولا ايه؟ ده انا خلصت طب وريني كده. اهو. الله، برافو عليكي يا سارة، كله صح وخطك حلو كمان. حسن، نعم يا حبيبتي. هو انا اقدر اطلب منك طلب؟ سارة الشاطرة تطلب 10 طلبات في بعض مش طلب واحد. هو انا ممكن يعني ملبس لبس المستشفى ده تاني؟ يا سلام، براحتك يا حبيبتي، البسي اللبس اللي انت عايزاه، بس ممكن اعرف ايه السبب؟ عشان اللي في المستشفى هنا بيلبسوا اللبس ده هم عيانين وانا مش عيان، ولا انا عيانة يا حسن وانت كداب عليا؟ لا يا حبيبتي، انا ما اقدرش اكذب عليكي، وبعدين اللي بيحب حد ما يعرفش يكذب عليه. طب انت ليه مش قلت لي ان انا عندي عيا في عقلي؟ عايه في عقلك؟ ايوه يعني عقلي عيان. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده يا حبيبتي؟ ليلى صاحبتي وليلى صاحبتك قالت لك ايه كمان؟ قالت لي ان اللي كل اللي في المستشفى هنا عقلهم عيان. هو انت ساكت ليه يا حسن؟ هو انا عقلي عيان قوي؟ ليلى صاحبتك دي دكتورة؟ لا، عقلها عيان زي. طيب يا حبيبتي، ما هو اللي يحدد مين عيان ومين مش عيان لازم يبقى دكتور ومتخرج من كلية الطب ويقدر يفرق بين اللي عيان ومش عيان. يعني انا مش عيانة يا حسن؟ ما انت زي القمر اهو يا حبيبتي. متشكرة. قول تاني كده. بس عشان ابقى صريح معاكي، انت كنت عيانة وخفيتي. طب ليلى قالت لي ان اللي بيخافوا دول بيروح. ما هو انت قريب قوي ان شاء الله هتخفي وهتروحي وهتقعدي مع ماما واخواتك. عارفة يا سارة مين كانت هنا النهاردة؟ مين؟ مامتك كانت جاية تشوفك وتطمن عليكي. مش انت كمان عايزة تشوفيها وتطمني عليها؟ لا حسن، بص، هو الفقرة هم اللي بيقعدوا في أوضة كبيرة، ناس كتير كتير على بعض. ليلى صاحبتك اللي قالت لك كده برضو؟ لا، ليلى قالت لي انها ما عندهاش فلوس. بص يا حبيبتي، الفقراء هم اللي عندهم فلوس بس فلوس قليلة، الأغنياء بقى عندهم فلوس كتير. طب وليه اللي عنده فلوس كتير ما يديش للي ما عندوش فلوس كتير ويبقى كل الناس عندهم فلوس؟ ليه ناس عندهم وناس مش عندهم؟ والله ما حدش هيعرف يجاوبك على سؤالك ده يا سارة، بس أقدر أقولك إن ربنا خلق الدنيا كده، الفقير يشتغل عند الغني والغني يشتغل عند اللي أغنى منه، يعني عشان يبقى في حركة في الدنيا، الفقير يشتغل عشان يجيب فلوس والغني يشتغل عشان يجيب فلوس أكتر ويدفع أجرة الناس اللي بتخدمه. عارف يا حسن، انا لما يبقى عندي فلوس هدي للي مش عنده فلوس. هو انت فقير؟ تقدري تقولي عليا انا وابويا فقراء، لكن والدتي والدكتوره علا اغنياء. يا علا، دي قليلة الادب. ايه ده ايه ده، ليه كده يا ساره؟ عشان هي عندها فلوس وانت فقير ما عندكش فلوس، ممكن تديلك شويه من اللي من عندها ويبقى انتوا الاتنين عندكم فلوس. بس انا مش بالبساطه دي يا ساره، ظاهر ان ليلى صاحبتك دي قلبت دماغك. لا، ما عملتش في دماغي حاجة معدولة. اقصد قلبت دماغك، خليتك تفكري في حاجات كتير، عشان كده اسئلتك بقت كتير. طب خلاص، انا هسأل واحد سؤال تاني وعمري عمري عمري ما هسأل تاني سؤال خالص. يا حبيبتي براحتك، انا موجود هنا عشان اجاوبك على كل اسئلتك. طيب، هو يعني ايه حب؟ أنا لازم أروح للدكتور عز حالا. يا حسن، قولي بس يعني ايه حب وروح له. هرجع لك تاني. ايه ده؟ حسن مش عارف يعني ايه حب.